اسمح لي نايف مع الطلبه على قبل المجالس. والله الا الوليد كاع الدور قالت لي ان وقع شي مشكل. قالت باغي خلاها ولي شنو بعد نهار سبت الرقيه الجماعيه. نعم فاش صعد الجني العاشق الملك. دابا انا بغيت غير نفهم واحد الحاجه، انا هذاك الشيء كنت واعي عليه كله ولكن ما قدرتش نتحكم في راسي. نشرح لك بعض الحالات سواء عند رجال او نساء يكون الشخص المصاب يشعر بكل شيء، يعني كانه فقط ما يتحكمش غير في الكلام وفي الحركات، لكن الادراك موجود 100%. واحيانا قد تكون عنده القوه انه يحكم نفسه، احيانا ما عندوش القوه كاع باش يحكم نفسه. انا كنعطيك الان التقسيم. وهناك اشخاص يشعرون بالنصف والنصف ما يشعرش به، يعني جزئي، يعني احيانا يكون في الوعي احيانا ما يكونش في الوعي. بعض الحركات كيعقلوا عليها وشيء ما كيعقلوش عليه. كتجي واحد الوقت اللي كيقول لك انا شي حاجه كيحكيوا لي الناس هذه ما عقلتش عليها. وكاين بعض الناس اللي ما يعقلش بالمره، تهزوا من بلد الى بلد وهو مصروع ما يعقل على حتى حاجه نهائيا. لما يفيق انه كان نائم ولو يسرع ويضرب وكذا، يعني الجني اخذه بالكل، يعني تحكم فيه. انت من النوع اللي كيعقل. هذا جانب، هذا جانب ايجابي، ولكن احيانا خاص تبين للمريض باش ما ياثرش عليه نفسيا. يقول لك انا غير كنتوهم، انا غير موسواس، ربما انا كنصطنع هذا الشيء، انا كنمثل. لا. لا. فهمت؟ عرفت ما كاينش ماشي مصطنع ماشي عرفتي علاش؟ لان واحد اللحظه بغيت غير نشوفك، بغيت نقول لك راه انا غير عييت، بغيت ندير عينيا كنشوف كاع الناس، ولكن باش نشوفك انت باش نعطيك هذيك انني صافي عييت، بغيت شي حاجه باش نرتاح، ما خلانيش نشوف في جهه الشيخ. تيخاف. وربعه ركزت معاهم ما عرفتش علاش، ربعه في الرقيه. ما كنعرفهمش. وركزت معاهم. بحال بحال كان حارس بحال الحراسه. واحد البنت كانت في جهه البيرو ديالك، والبنت اللي كنت هذيك اللي كنت جادلي معاها في الجدار، والبنت الاخرى اللي عقلت عليها اخواني هذيك محتجبه، كنت عقلت عليها من الزوج ديالك فاش قالت ليها انا لم اتركها تاتي الى زوجك مره ثانيه، هذيك عقلت عليها. وواحده اخرى بعد هاد الثلاثه بعدا كنت كنشوف هذه، ما كهمنيش كلشي اللي في الرقيه، حاضيه مع هذه وحاضيه مع هذه وحاضيه مع هذه. واللي لفت انتباهي البنت اللي كانت حداك في حدا المكتب، كانت بحالي بحالي واحد اللحظه بحالي بغات تخنق. من عند الحيه. هذه اللي ظهرت على الحيه اللي اول مره ظهر عندها الجني. ما كانش كيظهر لما ركز على رقيه الحيه ظهر. اللحظه كان بحالي كيخنق فيها، بقات كتكحل. نعم. مجرد طولت فيها الشوفه السيده تنفست عادي ودارت بحال هكا وبركات عاديه. نحكي لك هذه امور نشرحها لك. نبقاو بعدا في الحاله ديالك هي الاولى. وحاجه اخرى السيده اللي قالت لك ماما الاخرى اللي كانت اون فاس معاك اللي فيها الكوبرا كتقول لك لا 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 لابسه الكرونه، هذيك تبعتني انت على برا، خرجنا تنزنقا وتبعتنا باش تسولها هو يطلع لي هذاك. سمعت كي قالت لك الحركه اللي كيدير وهي تهرب، قالت لي انا اللي خرج بلات. قالت لي اختي فاش كديري القوه واش انت كتكوني واعيه باقي يلاه غنجاوبها ويدير لي في الداخل ديالي لا وهي تهرب. هادشي على الزنقه على برا. طيب واضح. ولكن عرفتي الصباح كيفاش صبحت؟ العيا تعب. ماشي العيا. ما بقيتش تقدر تتحرك. تعب وهذا غيتحيد من هو هذاك العيا والتعب لان القوه. تعب البنيات هذيك البنيه اللي كانت مريضه اللي كانت كتعصب. كتقدر نسمع. دابا ملي كتعود عليا دير شي حاجه وليت تعصب وتقعد تضرب شي حاجه قالت لي كتبان لي هذيك العين كبيره. وليت كنشوف العين بزاف دابا عاوتاني. طيب نحكي لكم شنو واقع. سمعي مزيان. وقعت على كلشي اللي كان كلشي اللي كنت كنتهز فيه واللي كان كيقول لي كله وقلت عليه باش نقولو. طيب جيد. بداية اول شيء الامر كان سر، كان خفي. الاشكال ما هو سبب المعاناة اللي عند هذه السيدة اللي عندك انت مثلا؟ زواج وطلاق، تعذيب مع البنات، مرض فاجأ البنات لابنه، مرض مستعصي، المشاكل المادية النفسية وهي كثيرة جدا طويلة بزاف. طيب هذا هو الكلمة المغربية بزاف.
فكانت محل شك او لا معلقه ما عرفتش شنو هو المفتاح ديالها. بغى يطلع الجيني بغى يصعد. كنسمع صوتك صوتك. طيب جيه كل حضرتك الشيخ ياسين كتسمع فيه هذاك السيد قالوا يا داك داوي مع العينات ما كبر ما حسيت حتى حاجه. عين خالتي قلتي السلام عليكم وهو يطلع ما شتاش ما دخلش حدا راس. انه كي مع كثره الاحتكاك للرقيه وكذا والوعظ يتجاوب مع الكلام. طيب جيد انا اقول لكم مساله اسمعوني مزيان الله يرضى عليكم. الاشكال اللي كاين هو وضح اتضح جليا ان السيده كتعاني من تعطيل بسبب اذيه سحر جن يعني قضية لاصقة بإذن الله ترفع وتزال بإذن الله تعالى. أنا اللي بغيتك تفهمي خاصك تستبشري خيرا لأن لو بقي هذا الأمر مختفي هو بيد الله ولكن العذاب يبقى التعطيل لاحق بك لأن التعطيل واضح بشكل عظيم جدا وغير حق بك من جميع الجهات نفسيا مع طلاق طليقتي في الحياة اليومية المعيشية مع البنات في الصحة ديالك صحة بناتك. إذا الآن خصنا ندخلوا في الأمور خلاو في القاصح في الصحيح. في الرقية الجماعية يدعي القوة والاتحاد والملك والبطش وكذا 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 وأنه عاشق. طيب إذا نسأل الله تعالى يوفقنا للخير. قالت لي أنا كنعيط هذه الشيء كثير مرة يوم كنعيط منا ما بقينا هنا كنعيط سوريا كنقول لها اختي عندي غالية لبس قالت لي ديال أناسي قلت لها شوفي هي مجرد ما كنقول لها الشيخ ناعم قلت انا اصلا ما كنشد التليفون وجيت عليا بقى من بسم الله باقي ما دويتيش مجرد قلتي باقا تجرب في الميكرو بسم الله تهزيت كل ملي كنتصمت قلت لها الصوت ديال الشيخ وانا كنحس نفسيتي كترتاح وخا دائما كندير ليا زيت الدنيا وكنبقى نتصمت كندير الرقيات ديالي انا حسيت بحال اللي كاين تحدي كنحس الراحه حتى حق الله العظيم حتى كيدي بارك الله فيك التحدي ها حسيت التحدي حتى هو كيت مجرد ما كنقول لها بنيتي كنقول لهم عيطت كيوقع هذا الشيء. كاين شي ما كانش كيوقع قبل وقع غير بعد الرقيه ظهر شحال الرقيه شحال حجامه هي دائما كتشعل صوره البقره يومين يوم ما غتولي عندي عندي الحجامه بزاف يومين انا اللي صوتي تسمع عرفتي لدرجه وليت كنقول ماما قلت لها ما سبب الشيخ مشكل ما بقاش شنو قلت شنو انا اللي صوتي تسمع في الحجامه في في الغوص هو انا والله وليت كشاكه كنقول ماما ياك ما انا درت للشيخ شي مشكل والمركز باقي جديد وشي حاجه ما بقيتش غنتعالج والله ولا عندي شي وساوس واحد اللحظه كنقول ماما لا بد من الصبر في هذا الميدان ماشي مشكل كنقول ماما كنقول ماما شوف وسبحان الله فيما كنحس بشي حاجه كنجبد شي حاجه ديالك انت بحال اللي كتجاوبني عن بعد فاش قلت لماما هاد الشك قريت هذيك ديال واحد الوقفه ديالها بوحدك كدوي كتقول كتعطي رساله للرقاط الاخرين كتقول لهم حيت كاين بعض الرقاط اللي كيعرفوا مثلا كاين جن مالك ولا مارد هو عارف الحاله ديال السيده وكيدير شي ايات قرانيه خارج باش يتفك من السيده باش ما يعني كنتي دي عطيتي توجيهات لبعض الاخوه المعالجين باش ينتابوا يعني كتجاوبني بطريقه غير مباشره واخا انا ماشي معاك انا قلتها ما صافي من وراها قالت لي من اسماء قالت لي حاولي ما امكن كل يومين ديري حجام ودابا انا الحجام ما قالت لي خصك باش يطيب بالحجامه انا الحجامه دابا ما درتهاش من ثلاث طيب خاصنا حنا شيخنا الخير ولكن ما تقلقش الله يتولينا كنحشموا الله ولدي شوف لا هذا محلكم وما عنديش مشكل. شوف كاين الناس عندهم مواعيد ولكن ملي والله شفت كنقول نقصي لي الناس انا عيان ودير واحد الترتيب الحمد لله سد وقاربه ولكن لما تقول لي مثلا عمل انساني خيري ولا كذا ان السيده كذا قلت لها ما تردش غير ما تعطلش مع ان دابا حاليا خاصني نكون نقضي واحد العمل الاداري ديالي اوكي ماشي مشكل ما ماشي مشكل انا صليت الفجر والله صليت الفجر وجيت مباشره علاش باش نسالي بكري
يعني باش تسالي مع 12 لان الاداره كتسالي مع 3. شو شي حاجه مستعده، انا نصيبها لك الا كانت شي حاجه. والله تم تعال. لا عندي لي خطوه، ولكن كاين حوايج خصني نوقع عليهم انا. ماشي مشكل، نبداو باذن الله. ماشي مشكل، لا لا عادي عادي، بالعكس ده في الاجر ان شاء الله. انا وليت كنقول ماما بنياتي امانه، الا ما تحيت انا ما كاين حتى شي حد ديال الموضوع. شوفي انا قلتها لك دائما، اعتبري الاخ ديالكم ودير حق اي حاجه جي عندي، ماشي مشكل. شوفي هي ماشي مشكل، راه مرتاحه للشيخ وعي كتسمع السلام عليكم ديالك صافي. داكشي مرحبا بكم في اي شيء، انا كنقولها لاله تعال. يلاه حطي يدك على صدرك حتى انت، ندير حيدين ضهرك. يلاه نبدا باذن الله عز وجل.